السلام عليكم الخوت والخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير والف خير. سمحوا لنا على الرطار في الحطان ديالي في القناه ديالي، ولكن اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، فيديو تيخصني انا ونزهه ديال الريجيم. يلاه جينا من لامارش، درنا واحد تقريبا واحد ساعه المكانه ديال لامارش. في الاول كنا دايرين 45 دقيقه، ولكن دابا بدينا كنزعموا شويه، درنا دابا تقريبا شي ساعه والصرف، شي ساعه ونص تقريبا كاع. يا كان زاد درنا شي ساعه ونص، نزهة درنا ساعة ونص، ساعة ونص تقريبا اللي درنا دابا. ودابا جيت انايا غنوجد انايا الفطور، حيت انايا جيت ندير الكراماج، فهمتي؟ الا خليتهم هما كيزيدوا شوية كندير انايا الكراماج. انا نوريكم كل حاجة، وديال من ديالي انا وديال نزهة. نزهة كنطيب ليها انا البيض اومليط، البيض ديالو، وانا كندير البيض عادي، يعني كنسلقو عادي. هي ما كتقدرش تاكل البيض بسلوك، كيضرها بزاف. بقاو معايا نوريكم اشنو كندير. هانتوما كما كتشوفوا هنايا، انا راه درت واحد جوج بيضات ديال البيض، البيض باقي ليا جوج، هادو ديال نزهة. ها هي هنايا 50 غرام ديال الشوفان نديرها في المقله باش ندير معاها البيض ديالها. ها البيض الاخر انايا كنسلق فيه. انا زيد على نزهة في الكراماج، انا داير شي 100 غرام هنا ديال الشوفان هنايا، فهمتي؟ حيت انايا الراجل ماشي بحال المراه، كل واحد وشحال تيطيح وشحال واحد شحال تياكل في النهار. دابا انا غادي نطيب هادشي وغادي نوريكم شنو باقي ليا. يعني عقلوا معايا، انا درت 100 غرام وهي 50 غرام، 50 غرام ديال الشوفان، وغندير معاها غير بيض البيض. هانتوما راه هنا جوج بيضات، باقي لي جوج بيضات غنكملهم وانتوما معايا. هاني رجعت معكم الخوت. ها هو ديال نزهة، ها ديالي انايا. ها القرقاع مقسوم على جوج، 30 غرام 30 غرام. انا خصني ندير كثر من 30 غرام، ولكن كنمشي ب 30 غرام. وها الكالسيوم، هذا هي كنزهة، هذا الكالسيوم هذا ديال نزهة كتشرب. ما عطيتيش ليا، ما قديتش. لا لا، شربي الكالسيوم ديالك، حيت عندها مشكل ديال واحد البلاصه في الدره ديال العظم، قال لها خصك تصحيه ليا. ها نتوما كيما شفتوا، هذا هو الفطور ديالنا، وان شاء الله فاش نصوب الغداء غنشارك معكم الغداء شنو درنا فيه. شي كلمه لاله نزهة؟ وتبارك الله عليكم المشاهدين، صافي قاعد مسخك الله. وها ريحانه، ها هي ريحانه، غنقسم مع بصحتك، دارت الطوين كاع، تقولوا لها بالصحه. اهلا، رجعنا معكم الاخوات والخواتات. اسمحوا لينا ما شاركناش معكم الغداء، وجبنا دابا ريحانه، جبنا المدرسه نزهة، هي جبنا المدرسه باش نقيدوها. واش نوقف بالشمال اليوم ولا اليسار؟ ان شاء الله لا، باش نقيدوها. ماشي نعملنا صراحه، مشينا قيدنا واحد المدرسه وتصابت بعيده بزاف، وهذا وهي ما بغاتهاش هي، عاودت تعاتر من هذه المدرسه هذه هنايا، باش هذه عجباتها، هذه قالت لي زوينه وداك الشيء. ما نقولوش علاش باش المدرسة الاخرى وصافي. يلا بقاو معنا تنكونوا غاديين. فرحانة فرحانة، هاي شوف فرحانة، غادي تتسالى فيها. وري وشكالك، وري وشكالك. دابا حنا كنتسناو المديرة تقول لنا عندها شي مرة، كنتسناو منها تخرج معها هذيك المرة وندخلو عندها حنايا، نقول لها بأن ريحانة أول مرة غتدخل، يعني دابا كدا ما غتدخل لاكرونت، كنقول لهم أنا حيت كاين لابتيت وكاين المويان وكاين لاكرونت، دابا هي دابا كدا ما غادي تدخل لاكرونت، نقول لها باش باش توريها هكا، وتبقى تحكر عليها في القراية وتحكر عليها كيفاش تسد القلم والطباشير، المهم لي باش تعلم منها. باش تعلم منها، اللوحة واش راهي كل شيء كيضو لها، كيعطيك الضوء شاي اللوحة. لا شد اليوم بالكاميرا، لا شد لكم الله، بقاو معايا بقاو معايا.
احنا رجعنا معاكم، مشينا قدينا حطينا ريحنا في المدرسه ياك، حطينا ريحنا في المدرسه ومشينا للمرجان، جبنا غير الاناناس مع ما لقيناش هنايا، على قلت الله اكبر ياك. هذا في التلفازه ذكرني في رمضان، الله ينور الجو ديال رمضان، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم الجو ديال رمضان. عرفتي الاذان ديال التلفازه اللي كتسنى المغرب تاذن، وريحانا كتبقشي في الشكار. هاي اجي 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 بعدا عطينا الراي ديالك، وقف لينا الفيديو نشوفوا ريحانا. هاي ريحانا كي جاتكم المدرسه؟ زوينه بصح؟ عجباتك؟ شنو قالت لك الاستاذه؟ قالت لي حوايج زوينه. واش نوع ثاني؟ قالت لي كريم مزيان. وشنو قالوا لك الدراري؟ قالوا لي حوايج زوينه. وانا تجي زوينه وفنانه. ايوا طرقناها، رجعنا من المرجان دغيا كنجريو طرقناها، خرجت مع السته. وحنا دابا غادي نضر باش نصوبوا الصالاد، انا غادي نشارك معكم هذيك الصالاد اللي مزاجها الجوع سخفات. صافي الطريق اليوم بصح، اليوم ضربات الطريق ديال بصح. ماشي مشكل، مزيان مزيان، لانه كيتعود على المشي راه احسن. احس بالموليات ديال رجليا ضروك ضروك راه بالدارو تبدا هذيك غيضروك. نعم حبيبه، وانتم معنا، وانتم معنا، مشيو للدار وانتم معنا. انا جات معكم الخوت والخواتات، دابا غادي نصوبوا الصالاد ديالنا كما كتشوفوا. حنا جوج جبيبينات، وحده ليا وحده للنزهه، لا بدا من الميزان انتما كتشوفوا، لا بدا من العبار. هنا عندي شويه ديال الاناناس مقطع طريفات، وواحد بعويده، هنا واحد نص ديال التفاح، هذاك لا نص ديال التفاح حامض، هذاك التفاح الحامض، وشويه ديال الخيار. وعندي اللوز، هانتوما نوريكم هرمشتو، 30 غرام 30 غرام 30 غرام ديال النزهه، 30 غرام ديال هادي الخويا انا كل جبانيه ناكل فيها واحد شويه ديال الضالون. ثم انا راه خلطت التفاح مع مرجوش، درت شويه ديال الاناناس عاوتاني، نص ديال البعويضة، صافي نكمل الدارون ديالي ساهلة. هانتوما كتشوفو، وديما كندير انا دانون ديال لينيا، زيرو زيرو، فيه زيرو سكر وزيرو فيه كلشي زيرو، هانتوما زيرو سنايا مفيهش السكر هذا، حيت الا خديتي دانون مسوس تا كتكون فيه واحد النسبة ديال السكر، انا كنخلطو ليها باش يتميلونج هداكشي. دابا نجي لها نقلب شويه الضالون عاوتاني، وي الاناناس الباقي، كمل دارون ديالي هنايا. لا زواق بلا والو، ما ندير لا زواق لا والو، نكمل لك كل واحد نكمل لي شويه ديال الدوز من الفوق. مع زربانين ما عنديش انا الجوع، كما عارفين الانسان قبل حنا كندورو لان الجوع. انا كملت معكم لي فروي ديالنا، نتوما وحده كبر من وحده يمكن كاع جات، كاين ماشي مشكل، بحال بحال في العبار اللي بغا يدير. انا
حيت الاناناس هو اللي كنعطينا هو نديرو الاناناس ونديرو الكيوي ونديرو التفاح. فاش قلت لي راه الكيوي مزال جا عندها الحساسيه من الكيوي قال لي دير الخو دير البعويد. وديك النهار انا ما لقيتش الاناناس قال لي دير العنب ولا دير الخوخ. قال لي الا لقيتي العنب ولا الخوخ ديرو. قال لي اما من الاحسن دير الاناناس. قال لي الاناناس مزيان. قال لي الاناناس التفاحه الخيار ودير معها بعويده بلاصه الكيوي. اما قال لي من الاحسن دير الكيوي. ولكن بالنسبه للنزاع عند الكيوي الكيوي كان عندها الحساسيه منه داك الشيء علاش. ايوا كما شفتوا معنا اخوتي وخواتاتي هذا هو نصف النهار ديالنا ديال الريجيم. يعني شفتوا معنا الفطور وشفتوا معنا الكسكوت. باقي لكم العشاء وباقي لكم الغداء ان شاء الله. لا بغيتوني نبدا نشارك معكم اليوميات ديالنا ديال لا مارش كيفاش فاش كنمشيو نديروا لا مارش وداكشي وكيف باش كنبداو صباحنا. هو اول حاجه باش كنبداو يعني فاش كنفيقوا كنخرجوا اشنو تنشربوا بعدا كاينه اول حاجه تنشربوا قهوه كحله بلا سكر وثلاثه التمرات على حسب باش ما تضرناش في المعده. بالنسبه للنظام تاع الضر هاي اذا كانت كتاتع الجوع هي القهوه مزيانه لان القهوه محفزه كتحفز الجسم ديالنا باش كي باش كي باش كيبدا يحرق الدهون. حيت كتنتج واحد تنبحث لكم على السميه ديالها كتحفز واحد الخلايا ديالنا اللي باش كنطيحوا كتحفزها مزيان وكتعطينا الانرجي ديال واحد الطاقه باش غنقدروا نكملوا النهار ديالنا وداكشي. ايوا كما شفتوا هذا هو الفيديو ديالنا وما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج وقولوا لي في لي كومونتير ديالكم واش بغيتوني نشارك معكم هاد المراحل ديالنا ديال نكملوا معكم هاد الشهر هذا ديال الريجيم ديالنا وتشوفوا الميزانات ديالنا كل واحد وشحال كيوزن. ولا بغيتوا تعرفوا التنزهه شحال كانت كتوزن وشحال غتولي كتوزن بقاو معنا وديروا لينا لايكات وبارطاجوا لينا الفيديو ديالنا وما تنساوناش من لي كومونتير الزوينه ديالكم وقولوا لي اشنو بغيتوا واش نكمل معكم ولا ما نكملش معكم. السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.